المعلم هو الركن الأساسي المميز في مسيرة التعليم، فهو صاحب الرسالة السامية، وبجهوده العظيمة تسمو الأخلاقيات الحسنة وتكتشف المواهب وتصنع الكفاءات العلمية، فهو الأب والمربي والقدوة. يطيب لنا في هذا المقام أن نقدم للمعلم أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة عيده المجيد، ويسعدنا أن نسطر كلمات شكر وتقدير معبرين عن مدى فخرنا واعتزازنا لكل معلم مخلص يفني عمره في تنشئة الأجيال وإنارة العقول وصناعة المجد الدائم لعراقنا الحبيب. فبالعلم تتقدم الأمم وتبنى الأوطان. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. نثمن الدور الكبير الذي بذله المعلم في مديرية تربية نينوى، وفي ظل التحديات الكبيرة التي واجهت العملية التعليمية عبر السنين الماضية، فقد أسهم بشكل فعال في المحافظة على هذا الصرح العلمي والتغلب على الجهل والظلام. وفي هذا اليوم المبارك نجدد العهد والوفاء لكوادرنا التربوية بالعمل الجاد والمتواصل على تقديم الدعم لهم واستحصال حقوقهم ورعايتها، وندعوهم إلى بذل المزيد من العطاء خدمة لأبنائنا الطلبة الأعزاء. شكرا من الأعماق لكل المعلمين والمعلمات الذين ينثرون الضياء ويبذلون الجهد في تعليم الأبناء ويجتهدوا في العلم والعمل والعطاء، فأنتم صانعو المجد وصانعو الحضارة الراقية. فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم رمز الإبداع والتطور، دمتم شموعا عظيمة تنير فرحا بعطائها. في هذا المناسبة وجهنا بمنح كتاب شكر وتقدير لجميع كوادرنا التربوية والتعليمية، آملين منكم مزيدا من العطاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم من شغاف القلب، نشكركم معلمينا فأنتم خير ما فيها، معلمينا فأنتم خير ما فيها. سنذكر الدرس لن ننسى مآثركم، ونصب أعيننا دوما سنبقيها، ونصب أعيننا دوما سنبقيها. شكرا لكم من شغاف القلب، نشكركم شكرا لكم من شغاف القلب.